ذاكرتك قوية أوي. مش كل حاجة الواحدة تقدر تنساها. أنساك إزاي؟ ده فات يجي 10 سنين ويمكن أكتر. بس تعرف إن أنت زي ما أنت ما تغيرتش، يا دوب شوية الشعر الأبيض دول. ولا أنت كمان. إنما أنت ليه كذبت عليا يوميها وقلت لي إن اسمك خالد مدكور؟ وإيه لزومه الاسم؟ إيه لزومه؟ لزومه إن الناس بتعرف بعضها بيه، ولا أنت كنت قاصد كده؟ كل شغل وله ظروفه. معاك حق. علشان كده أنا مش هتكلم في حاجة تاني. خلاص؟ إيه اللي جرالك؟ مفيش. عادي يعني. كل ما في الأمر إن السياسة بتهد الحيل. خلاص؟ ما دام بتهد الحيل سيبك منها والرحال وزي الاول. فات الوقت خلاص. بس بتتعوض. كفايه انك ترفع سماعه التليفون وتامري امرك يتنفذ في الحال. تاشيره على الورق تخلص كل حاجه. اخبارك في الجرايد كل يوم. صرحه، قرره، اصدر. تعملي ايه؟ بلبس هدومي عشان نقعد قعده اخويه. ما تكبريش الحكايه بقى. يا راجل بهزر معاك، ما انا عارفه ان المسائل دي مش عايزه حد يكون بيفكر كتير. اديكي قلتيها بعظمة لسانك. الواحد ما بيبطلش تفكير ليل نهار. انت عارفه مشاكل البلد عويصه قد ايه. انت باين عليك خدت كلامي جد وزعلت. ابدا وحياتك. امال بتلبس ليه؟ اهو يا دوبك بقى عشان المدام ما تعملها ليش حكايه. اما امرك عجيب يا عبد الحميد بيه. طب وهي المدام هتعمل لك حكايه ليه؟ ولا حتى هتغير عليك ليه؟ ما هي قادره الناس بحالتك وعارفه انك في تفكير ليل ونهار. ما يبقاش وشك مكشوف قوي كده. وغطي وشي ليه وانا كاشفه رجلي على طول؟ تذكرتي؟ انا بقول الحقيقه. تصبحي على خير. استنى. خد دي هديه مني ليك بمناسبه اول زياره ليا بعد غيبه طويله. ايه دي؟ كريستاله تنفع تقاله ورق علشان تحط حاجه مني فوق قراراتك المهمه. ولعلمك دي نادره، مفيش اختها في مصر. ملهاش لزوم عندي. كمان هتفكرني بالموقف اللي كنت فيه الليله. واذا كان هيكون في بينا وبين بعض هدايا فده واجب عليا انا. باي.